بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ذكر الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعض مخازي اليهود من بني إسرائيل الذين لم يؤمنوا به ولا بالقرآن الكريم المصدق للتوراة الأصلية التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام، وتضمنت الدعوة إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له، والإيمان بموسى رسولا ونبيا، وبالإسلام دينا وشريعة. وكان من المخازي التي ارتكبها الكفار من بني إسرائيل أنهم في عهد سيدنا سليمان عليه السلام تركوا الزبور كتاب الله واتبعوا ما ألقت إليهم الشياطين من كتب السحر. كانت الشياطين تصعد إلى الفضاء فتصل إلى الغمام والسحاب حيث يسترقون السمع من كلام الملائكة الذين يتحدثون ببعض ما سيكون بإذن الله في الأرض من موت أو أمر أو مصائب، فيأتون الكهنة الكفار الذين يزعمون بأنهم يعلمون الغيب ويخبروهم، فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا. فلما ركنت إليهم الكهنة أدخلوا الكذب على أخبارهم، فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة، وكتب الناس ذلك الكلام في الكتب، وفشى في بني إسرائيل أن الجن والشياطين يعلمون الغيب والعياذ بالله. فبعث سيدنا سليمان عليه السلام بعض جنوده وجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يقترب من الكرسي وإلا احترق. وقال سليمان: لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. وكان الشياطين مغتاظين من سيدنا سليمان عليه السلام لأن الله أعطاه سرا فكانوا يطيعونه مع كفرهم، من غير أن يؤمنوا كانوا يخدمونه يعملون له أعمالا شاقة. ولما مات سليمان عليه السلام وقل عدد العلماء الذين عرفوا ماذا فعل سليمان بكتب السحر وأنه دفنها تحت كرسيه، ومضى جيل وأتى غيره، تمثل إبليس في صورة إنسان، ثم أتى جماعة من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا ينفد بالأخذ منه؟ قالوا: نعم. قال: إن سليمان لم يكن نبيا، إنما كان ساحرا، فاحفروا تحت كرسيه. فاعترض المسلمون وغضبوا وقالوا: بل كان سليمان نبيا مسلما مؤمنا. وعاد إبليس لتزيين الشر فوسوس للكفار من بني إسرائيل ممن صدقوا كلامه وذهب معهم، وأراهم المكان ووقف جانبا، فقالوا له: اقترب يا هذا. فقال: لا، ولكنني هاهنا بين أيديكم، فإن لم تجدوا الصندوق فاقتلوني. فحفروا فوجدوا الصندوق وأخرجوا تلك الكتب. فلما أخرجوها قال إبليس اللعين: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر. فقال الكفار: لقد كان سليمان ساحرا، هذا سحره، به كان يأمرنا وبه يقهرنا. ثم طار إبليس وفشى بين الناس أن سليمان كان ساحرا والعياذ بالله، وكذلك صاحبه آصف بن برخيا الذي جلب له عرش بلقيس بكرامة أكرمه الله بها. وأخذ كفار بني إسرائيل يعملون بما في تلك الكتب،
والحق أن السحر ليس من عمل الأنبياء ولا الأولياء، وما كفر سليمان عليه السلام لأنه نبي من عند الله منزه عن الكبائر وصغائر الخسة وعن كل القبائح والرذائل، فضلا عن أنه منزه عن الكفر. لما كثر السحرة الذين تتلمذوا على أيدي الشياطين في عهد سيدنا سليمان عليه السلام وادعوا النبوة وتحدوا الناس بالسحر، أنزل الله ملكين من ملائكته الكرام وهما هاروت وماروت ليعلم الناس ما هو السحر، فيتمكنوا من تمييز السحر من المعجزة، ويتبين كذب السحرة في دعواهم النبوة، ولكي لا يلتبسوا على بعض الناس حالهم، فإن السحر يعارض بسحر أقوى منه، فقد يبطل السحر ساحر آخر. وفيه التمويه والتخييل على الناس وخدع وشعوذات، ومن جهة أخرى هو نوع من خدمة الشياطين للسحرة، لأن الشياطين أجسام لطيفة لا يراها الناس، ويكون السحر أحيانا بوضع تركيبة من مواد معينة تجمع وتحرق ويتخذ منها رماد وحبر، ويقرأ عليها كلمات وأسماء ثم تستعمل فيما يحتاج إليها من السحر. وأما المعجزة فهي أمر خارق للعادة، يأتي على وفق دعوى من ادعى النبوة سالم من المعارضة بالمثل، وليس من شرطها أن تكون مقرونة بالتحدي، وإنما من شرطها أن تكون صالحة للتحدي. نزل الملكان هاروت وماروت ليظهرا للناس الفرق بين السحر المطلوب تجنبه وبين المعجزة التي هي دليل نبوة الأنبياء عليهم السلام، فكان يعلمان تعليم إنذار لا تعليم تشجيع له، كأنهما يقولان لا تفعل كذا، كما لو سأل سائل عن صفة الزنا أو القتل فأخبر بصفته ليجتنبه، أو يقولان فلا تكفر، أي فلا تتعلم السحر معتقدا أنه حق فتكفر. وكان لا يعلمان أحدا حتى ينصحا بأنهما جعل ابتلاء واختبارا، وبين الله في القرآن أن الملكين أقصى ما يعلمانه هو كيف يفرق بين الرجل وزوجته، وأن ضرر ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله، لأن الله تعالى هو الذي يخلق النفع والضرر. ثم أثبت تعالى أن من يتعلم السحر ويرتكبه فهو ضرر عليه ويعود عليه بالوبال. وهاروت وماروت ملكان كريمان من ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا صحة أبدا للقصة التي تقول إن هاروت وماروت ملكان التقيا بامرأة جميلة ففعلا معها الفاحشة، فليحذر من مثل هذه القصص المكذوبة والمفترات على دين الله وأنبيائه وملائكته. اللهم انفعني وإياكم بما قدمت، اللهم اجعل عملي هذا من العلم الذي ينتفع به بعد مماتي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.